فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول في دولتنا، السائل يقول في دولتنا يوجد أحزاب وانتخابات، فهل يجوز لنا أن نشارك لأجل اختيار الأصلح والأخف ضررا على ديننا؟ ليس هذا من الإسلام. الإسلام ما فيه انتخابات، الإسلام يختار الوالي ببيعة أهل الحل والعقد من الرعي من العلماء وأصحاب المشورة في الدولة، والبقية تبع لها، بقية الناس تبع لأهل الحل والعقد. هذا في الإسلام ما في انتخابات. نعم، هذا نظام غير إسلامي. نعم.